المشتركة للتنمية أمام الوزارة الوصية. اشتقت لك. في عالم هذا المساء في ليبيا يسقط مدينة السيدة والسيدات، أهلا بكم جميعا إلى فضائكم مملكة الإبداع من الآن وإلى غاية السابعة والنصف بإذن الله. مملكة الإبداع. أنا عنك ما أخبرتهم، أنا عنك ما أخبرتهم، لكنهم لمحوك تغتسلين في أحداقي. أنا عنك ما كلمتهم، لكنهم قرؤوك في حبري وفي أوراق. مملكة الإبداع يستضيفكم إليها علي رزقي. أحبتي في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم في مملكتكم مملكة الإبداع. أرض المملكة صفحاتها بيضاء، دقائقها العارية تتوق لأن ترتديها الكلمات التي بها تليق. وحتى تبقى بقعتنا طاهرة يستوجب أن تكون المشاركة نقية من حيث الشكل والمضمون. والبوح في مملكة الإبداع أرض خصبة للكل، مع ضرورة إيضاح نوعية القصيدة. هل هي منقولة أو للمتصل نفسه؟ أهلا بكم، فكم اشتقنا لكم. بي أسعد كثيرا بلقائك بعد لقاءين عبر الهاتف من مدينة قسنطينة، مدينة العلم والعلماء، مدينة الجسور المعلقة، وها قلبك يتعلق بها، يتعلق بنا، نتعلق به، فتتعلق به مملكة الإبداع، وتستضيفك في هذا الرواق وفي هذا الحيز الزمني الذي نأمل أن يترك الأثر الطيب في نفسك ويترك الأثر الجميل في أنفس المستمعين. أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ علي، طبعا أنا مدين لمملكة الإبداع وسعيد أيما سعادة بوجود بينكم الساعة، حيث إنني على متابعة دائمة حيث أجلس في قسنطينة وأين أجالس كبار المفكرين وأرباب الفكر والثقافة من أعلام تلك المدينة في ناد ربما هو مقهى وناد في الوقت ذاته، نادي الصنوبر بغابات الصنوبر بقسنطينة، ونتتبع بشغف هذه المملكة التي تضمنا بين وتجمعنا بين أركانها كل أسبوع. إذن نتشرف بذلك ونتوجه بتحية إلى كل صنوبرة جالسة الآن في نادي الصنوبر الشامخ شموخ قسنطينة الجميلة. منصف حميدان، تعود إلينا رغم أننا كنا في غياب عن البرنامج مباشرة، ولكن أخبرت وأخترت بأنك جئت أكثر من مرة لتشارك في البرنامج وأنت معنا في هذا اليوم. أهلا بك منصف. أهلا بك أستاذ علي، فأنا فعلا قلبي تعلق بهذه المملكة ولا أستطيع مغادرتها أبدا. إذن أهلا بك دائما فيها. شكرا. وفي دقائقها، دقائق المملكة سيداتي وسادتي تحمل جميل الرقائق، فابقوا معنا ونترقبكم في حدود الدقيقة 45 مع أولى موجة من الاتصالات الهاتفية
وذلك على الخطين 037-48-44-03 و037. نص كتبته منذ أزيد من عام هو الآن قيد الإخضاع للوزن، فإنني في هذه الأيام أجالس أستاذا ضليعا في اللغة وفي بحور الخليل، لأنني لا أكتب بالأوزان في بداية كتاباتي، يعني أكتب مباشرة القصيد والكلمة وما يحضرني من مترادفات وما أشعر به، كما يقول ابن رشيق القيرواني: وإنما سمي الشاعر شاعرا لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره. فأستشعر الكلمة والمعنى ثم أخطها على صفحاتي، وبعد ذلك أعمل على إخضاعها للوزن. هذه ملحمة تيفاست تبس التي تغنيت فيها بمسقط رأسي، هذه المنطقة عموما، لا أقول المدينة فحسب، إنما المنطقة التي يزيد عمرها عن 100,000 سنة. هذه المنطقة التي كما يقول علماء الأركيولوجيا وعلماء الاجتماع والباحثون في تاريخ الحضارات أن عمرها 100,000 سنة، هي الحضارة العاتيرية، هذه الحضارة العتيقة. فخططت أو نظمت هذا النص، كتبته يعني مستهل بالدال والمدلول، الدال على الاسم في حد ذاته ملحمة تيفاست، وملحمة هي لأنها تبتدئ من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر الحديث. بداية بالاسم وبحضارات تبسة التي تعاقبت عليها، وبالتغني بالمرأة التبسية وبالرجل التبسي الفحل الذي ينتمي إلى منطقة ثورية، أقول: بين التأين باء والسين ضعفين، القعقاع والدكان وما بين الصدفين، مدينة شامخة شموخ الطودين، ملحمة كتبت بدموع العين، تاريخ شاهد على العراقة والأصالة، آثار تغازل روما فتغار بابل وطابة، وهوميروس تاه بين المئة بوابة، وديورانت ما استوحى قصة الحضارة إلا بعدما تلقى من تيفاست الإشارة، شواهد الرفاة وبقايا الهشيم أمارة، العاج والعظم وحجر الوادي قبل المسيح، ناره أوقدت نورا لاح في الأفق الفسيح، وبئر العاتر يروي حكاية ما قبل التاريخ، ومياه يكوس تعانق صخرة الروشة، فما استهوى الفينيقة غير تلك الرشفة، قلعة بيزنطة تعلو بأبراجها، وبوابة كاراكالا تزهو بأفراحها، بقوس النصر تسمو بأركانها، فما إن دق ناقوس أقدارها حتى زحف الجرمان بأوطانها، معلنا عن دمارها وغزو ديارها، فلم ينعم الوندال بدمارها بعد أن أمر سيزار بإخلائها، استصدر سولومون قرار بنائها، وأحاط القلعة بحصن أسوارها، أشرقت شمس الصباح بنورها، تلوح لنوميديا فوق قصورها، أرهبت الكاهنة وجنودها، جيوش عقبة حينما عبرت، مآذن القيروان بقدومها ارتفعت، فما تولت بعد الغدر وما أفلت، معركة البئر لحسان قد شهدت، بدخول البربر الأحرار لما وحدت، وقرطاج بالإسلام قد عمرت، المسجد العتيق أركانه شيدت، لو بقي القديس أبوابه ما فتحت، تشريفة البازيليك ومينيرف ما فتئت بعدما قبب أبي سعيد نصبت، ووادي شبر والدير يشهد ترحال دينيغري وبيجو ورندون الجنرال، ومعركة الجرف يعيدها كاستيل، فهل أقر بيدو وقت السؤال، حدود نيغرين لا زالت تذكر المارشال، وإطلاق الرصاص وأسلاك موريس وشال، ما استسلم النمامشة ساعة القتال، وما تولى البرارشة عن ساحة النضال، وما نزل الحنانشة من أعالي الجبال، وما عرف رجال تبسة الإثقال حتى سقط الصليب تحت الهلال، زغاريد الحرائر أنبأت بموعد الاستقلال، وأرض الجزائر ما أنجبت إلا الرجال، وديغول جرى حقائب خيبة الآمال، طب مقاما بمزبلة تاريخ الأنذال،
فما كان لكارنو غير ساحة كأنما لبث بها غير ساعة. فرؤيا لافيجري ومونداس تأويلها أبغاث أحلام باتت تأويلها، كهان ورهبان ظلت ترويلها، الصحف ما خطت في يوسفها. بين باب الزيتين وحي الكنيسية دقة قبقاب ووطأة قدم نرجسية، وسهم جارح بنظرة عين حية، وهمسات شهد الكلمات العسلية تداعب نسيم الأمسيات الربيعية. من باب كرك الله إلى البوابة الشرقية شغفتني بنظرة حوراء العين التبسية، سبتني بحسنها الفتان، تملكت الفكر والجنان، أميرة العصر والزمان، سيدة القصر والإيوان، بدر الخيرات الحسان، الجمال الهادئ الخمري، الشعر الأسود السندسي، رنة الخلخال الفضي، لفة الملايا والسفساري، جلسة الركروكي والطواحي. وهذا مقطع زجلي بلهجة تبسة المحلية، أقول فيه: بنت تبسة مهرك غالي، بعيد عليا صورك عالي، معلقة الخراس ورشقة الخلالة، رفع الراس وماشية بجلالة، مدت اليد بوشمة الحنة، رمشت العين برشمة الخانة، رشفة الكاس تحبس الأنفاس، المحزمة مبرومة ومعاها المقياس، مقرونة الحواجب تصاوب وتواجب، ولد العرش وعلى العز مربي، راكب الخيل والشاش مدربي، صوت الفوشي والبارود يدوي، لا تقول لي شرقي ولا غربي، هذا يتبسي وأصله عربي، هذا يتبسي دواري ولا بلدي، بلغ له سلامي مدام ولدي، نهدي له كلامي وكل اللي عندي، راسه مرفوع كيما علامي، ناجح مربوح ديما عالي، وين نروح يقولوا لي تبسي. ثم يعني أسهبت في الحديث عن العادات والتقاليد التي تربطنا بتبسة وتجعلنا نحن إليها، قعدة الزربية والحصير، صوت القصبة والبندير، لمة رمضان والعواشير، ريحة البخور والجاوية، تفويحة التابل والكروية، ولا الجاري والملوخية، حطة الصينية والميدة، قصعة الكسكسي والثريدة، اللوحة في سيدي بن سعيد، الدواية وجرة القلم بلا تعاويد، المسجد العتيق بالجمعة والعيد، من كل شي نعطيك ونقول لك ما تريد، مدامك في تبسة تفكر وزيد، وين الصغر والأيام التالية، تبطيحة في الحوش تحت الدالية، والكسرة تحوش والماء في الساقية، وين الفبور والبلاصة والزاوية، ولاكومين والمرجة وباللارج والتالمة، وبو حبة وبلاصة الديوان الغالية، وباب الزواتين والجبال العالية، يا حسرة على أيام الفايتة، وين يتبسى ومولاها، وين يرجالها ونساها، جدة البلاد تحكي وتحاجي، وولاد الزنقة تتعايط وتراجي، تسنى في القايلة ولا في الليلة، ما تحلى القعدة حتى تتلم العيلة، تتكى على البساط ولا على الجلد، من البوي ولم الولد الولد، تسمع حكاية شهلة وولادها، وين يتبسى وأيامها. أهل تبسى، إني زائر آتيكم، الجود والكرم متأصل فيكم، طبع في أهلكم ومواليكم، تكرمون من حل بناديكم، مفاتيح الخير بين أيديكم، تسابيح الطير تعلو واديكم. تستوقفني الحضارات على أطلالك، وعبق الزمان يأخذني إلى بابك، وحنين الماضي يذكرني برجالك، وأنين الحاضر يبكيني لمآلك، فيا ترى ما مستقبل أيامك. أحفاد العرب التبسي ومالك، كسوف فخسوف وظلام حالك، ثم فجر جديد أتى بساحتنا يبارك، ها قد تحقق فينا وعد المالك، يا رب أظهرت قدرتك وجلالك، وخذلت العدو المستدمر الهالك، فأبناؤك اليوم يتنعمون بخيراتك، وطيورك حرة تحلق في سمائك. رايتنا رايتنا رفرفي بنجمك وهلالك، وبلغي سلامة تبسة إلى شهدائك، تبسة أنت عروس فمن في جمالك. جميل جدا هذا النص، أستاذ فاروق طولبية، أستاذ محمد فاروق طولبية. وجميل أعزائي المستمعين أن نستذكر التاريخ، أن نعود في
الزمني بحثا عن المكان، فنربط الزمكان ربطا جميلا ومشوقا أيضا، لنصنع من الذكريات الجميلة نصنع أحلى عقد نزين.